نشوف بعد كده بقى، نرجع وعشان نشوف برضو في بعض الانجازات تانية لبعض اللاعبين الاخرين. هنشوف بقى كابتن خالد غندور هو بيقول لنا ان بعض الانجازات الشخصيه ليه هو. نشوف طيب الفيديو مع ماشي بعض. 3 4 90 4 95 96 خدت تاني احسن لاعب في افريقيا من فرانس فوتبول. مش فاكرين حاجه. مش فاكرين. انا دايما بقى بعد التنك. لا فاكر. ايه فاكر مدحت؟ فاكر والله. طبعا. ايام جميله جدا. الجميل اللي كابتن مدحت عبد الهادي فاكر، يعني هو انا مش عارف هو فاكر ازاي، لانه اصلا كابتن خالد غندور يعني انا معلش، هو كابتن خالد غندور بيقول ان هو عمال يفتكر كده 94 95 96. انا بصراحه يعني لو انا واخد بس جايزه افضل يعني طالب في مدرسه في ابتدائي هكون فاكر سنه كام واليوم والساعه، فده انجاز شخصي بالنسبه لي، فازاي هو مش فاكره اصلا يعني؟ فده يعني حاجه غريبه جدا. لكن طبعا كابتن خالد ما هواش كلامه مظبوط، لان اصلا الجايزه هو بيقول 94 95 96. تمام. جايزه اصلا فرنسا فوتبول انتهت في افريقيا سنه 94، دي اخر جايزه اعلن عنها من الفرنسا فوتبول، بالتالي اي جايزه بقى في 95 96 ما هياش، ما حصلتش اساسا، يعني الجايزه اصلا ما اصدرتش في 95 و96، فازاي انت بتقول انت خدتها في 95 و96؟ طبعا ده اول حاجه. اخي يمكن تلخبطوا كيشو. ما هو طب ماشي، ما هنجيبه بقى، احنا دلوقتي قلنا ان هو ما فيش جايزه اصلا في 95 و96. تعال نشوف بقى جايزه 94 في الصوره اللي معانا، صوره رسميه من فرانس فوتبول بيقول ان جايزه افضل لاعب 94 هيديها التوب 10 في الجايزه. حضرتك بقى ايه، نتحدى كده كابتن جمال غندور او خالد غندور ان هو يطلع لنا اسمه من الجايزه دي، من التوب 10 في الجايزه. مفيش اصلا اسم موجود خالص. افريكان جورج وايا افريكان، ده افضل افريكان بلاير. ده الجايزه 1994 بالظبط. دي افضل 10 لعيبه من فرانس فوتبول سنه 1994، ودي كانت اخر سنه يعلن عنها في افريقيا افضل لاعب في افريقيا من فرانس فوتبول. طبعا اللي خدها طبعا المصري الوحيد اللي اخدها كابتن محمود الخطيب، ده الانجاز المصري الوحيد في الجائزه دي.